السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن رؤية سقف البيت. ما معنى رؤية سقف البيت؟ وخلي بالكم أن رؤية سقف البيت بتدل على شخص موجود في البيت، فهي رؤية مهمة. بالنسبة لرؤية سقف البيت متشقق، الرؤية تدل على الشقاق الأسري، وده تفسير بالاسم. ناخد الاسم كده وبنقول معناه كذا، تشقق يبقى شقاق في البيت، مشاكل في البيت. نزول الماء من البيت خبر كبير غير متوقع، لكن بشرط ان اشعر براحة نفسية بنزول الماء من سقف البيت، لان لو حسيت ان الماء ده فيه ضرر على البيت وحسيت ان البيت هيقع مني بسبب نزول الماء، الرؤية هنا بتتحول من معنى خير الى بشارة بنذارة او بإنذار. رؤية اصلاح سقف البيت اصلاح المشاكل، او ربما تدل على الشفاء، وكل شخص على حسب حالته. رؤية السقف المفتوح، هذه الرؤية تدل على ان هذا البيت يحتاج للاهتمام من ولي الامر، من ولي الأمر، بمعنى أن ولي الأمر مشغول عن أهل بيته، مش واخد باله منه، ما بيهتمش بأهل بيته. ومع شديد الأسف رؤية سقوط سقف البيت للمرأة المتزوجة بشكل أسري، وقيل تدل على كشف أسرار بيتها. حدوث ثقب في سقف البيت تدل على المشاكل والهموم، وتدل على أن هناك مكروه للأب اللي هو ولي الأمر. وبالنسبة للمتزوجة، حدوث مشاكل مع الزوج. نزول تراب من سقف البيت، وكأن سقف البيت قديم وبدأ ينزل منه تراب. هذه الرؤية تدل على الأموال والأرزاق. سقوط سقف البيت للبنت العزباء تدل على مكروه سيصيب والدها، ومع شديد الأسف وربما الأخ. وقيل أن هذه الرؤية تدل على الحالة السيئة لها، وقيل كشف أسرارها أو خصوصياتها، وقيل مرض. ومع شديد الأسف دي كانت بعض الرؤى عن سقف البيت فقط. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.